سلسلة رقم واحد. سؤال رقم واحد: هذه العلامة تعني A مسلك مخصص للدراجات، B خروج دراجات عادية، G مسلك ممنوع للدراجات. أعيد: هذه العلامة تعني A مسلك مخصص للدراجات، B خروج دراجات عادية، G مسلك ممنوع للدراجات. سؤال رقم 2: في هذه الوضعية A يجب السير إلى الأمام أو الدوران إلى اليمين، B يجب الدوران إلى اليمين، G يجب الدوران إلى اليسار. أعيد: في هذه الوضعية A يجب السير إلى الأمام أو الدوران إلى اليمين، B يجب الدوران إلى اليمين، G يجب الدوران إلى اليسار. سؤال رقم 3: في هذه الوضعية A يجب البقاء وراء الشاحنة، B يمكنني المجاوزة. أعيد: في هذه الوضعية A يجب البقاء وراء الشاحنة، B يمكنني المجاوزة. سؤال رقم 4: عند السير وراء عربة أخرى في هذا النفق يجب أن أترك مسافة أمان لا تقل عن 70 متر، A نعم، B لا. أعيد: عند السير وراء عربة أخرى في هذا النفق يجب أن أترك مسافة أمان لا تقل عن 70 متر، A نعم، B لا. سؤال رقم 5: سيارتي على بعد 40 متر من المنعرج، يمكنني الوقوف على الحاشية اليمنى للطريق، A نعم، B لا. أعيد: سيارتي على بعد 40 متر من المنعرج، يمكنني الوقوف على الحاشية اليمنى للطريق، A نعم، B لا.
سؤال رقم 6، عند الحصول على رخصة سياقة من صنفي باء يمكنني جر عربة مجرورة؟ A لا يتجاوز وزنها الجملي 650 كيلوغرام، B لا يتجاوز وزنها الجملي 750 كيلوغرام، G لا يتجاوز وزنها الجملي 850 كيلوغرام. أعيد، عند الحصول على رخصة سياقة من صنفي باء يمكنني جر عربة مجرورة؟ A لا يتجاوز وزنها الجملي 650 كيلوغرام، B لا يتجاوز وزنها الجملي 750 كيلوغرام، G لا يتجاوز وزنها الجملي 850 كيلوغرام. سؤال رقم 7، حسب هذه العلامة، A أمر في المرتبة الأولى، B أمر في المرتبة الثانية. أعيد، حسب هذه العلامة، A أمر في المرتبة الأولى، B أمر في المرتبة الثانية. سؤال رقم 8، بداية من هذه العلامة، السرعة محددة ب A 50 كيلومتر في الساعة، B 90 كيلومتر في الساعة، G 70 كيلومتر في الساعة. أعيد، بداية من هذه العلامة، السرعة محددة ب A 50 كيلومتر في الساعة، B 90 كيلومتر في الساعة، جيم 70 كيلومتر في الساعة. سؤال رقم 9، تتم مراقبة زيت الفرامل، A عند القيام بسفرة طويلة، B بصفة منتظمة، G مرة كل سنة. أعيد، تتم مراقبة زيت الفرامل، A عند القيام بسفرة طويلة، B بصفة منتظمة، G مرة كل سنة. سؤال رقم 10، هذه العلامة تعلن عن A ارتفاع محدد، B أشغال فوق المعبد، G طريق ضيق. أعيد، هذه العلامة تعلن عن A ارتفاع محدد، B أشغال فوق المعبد، G طريق ضيق.
سؤال رقم 11 عند وقوع حادث يجب أولا A. حماية مكان الحادث B. إعلام الإسعافات المختصة G. القيام بالإسعافات الأولية. أعيد، عند وقوع حادث يجب أولا A. حماية مكان الحادث B. إعلام الإسعافات المختصة G. القيام بالإسعافات الأولية. سؤال رقم 12 عند تجاوز السرعة المحدب أقل من 20 كيلومتر في الساعة ارتكب A. مخالفة عادية B. مخالفة خطيرة G. جنحة. أعيد، عند تجاوز السرعة المحدب أقل من 20 كيلومتر في الساعة ارتكب A. مخالفة عادية B. مخالفة خطيرة G. جنحة. سؤال رقم 13 في هذه الوضعية A. الأولوية دائما للسيارة B. الأولوية دائما للمترجلين. أعيد، سؤال رقم 13 في هذه الوضعية A. الأولوية دائما للسيارة B. الأولوية دائما للمترجلين. سؤال رقم 14 تجهيز كل سيارة بمثلثي عطب A. اختياري B. منصوح به G. إجباري. أعيد، سؤال رقم 14 تجهيز كل سيارة بمثلثي عطب A. اختياري B. منصوح به G. إجباري. سؤال رقم 15 توقف السيارة الزرقاء A. مسموح به لبضع دقائق B. مسموح به لبضع ثواني G. ممنوع منعا باتا. أعيد، توقف السيارة الزرقاء A. مسموح به لبضع دقائق B. مسموح به لبضع ثواني G. ممنوع منعا باتا.
سؤال رقم 16. المقاطعة في هذا المرتفع صعبة، أنحاز إلى اليمين وأتوقف. A نعم، B لا. أعيد، المقاطعة في هذا المرتفع صعبة، أنحاز إلى اليمين وأتوقف. A نعم، B لا. سؤال رقم 17. في هذا المفترق، A أفسح المجال إلى السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس، B أواصل السير دون فسح مجال. أعيد، في هذا المفترق، A أفسح المجال إلى السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس، B أواصل السير دون فسح مجال. سؤال رقم 18. في هذه الحالة يخفض الحد الأقصى للسرعة ب A 10 كيلومتر في الساعة، B 20 كيلومتر في الساعة، G 30 كيلومتر في الساعة. أعيد، في هذه الحالة يخفض الحد الأقصى للسرعة ب A 10 كيلومتر في الساعة، B 20 كيلومتر في الساعة، G 30 كيلومتر في الساعة. سؤال رقم 19. يمكنني وضع مصاب فاقد للوعي في وضع الضمان الجانبي مع المحافظة على استواء الرأس. A نعم، B لا. أعيد، يمكنني وضع مصاب فاقد للوعي في وضع الضمان الجانبي مع المحافظة على استواء الرأس. A نعم، B لا. سؤال رقم 20. بالمفترق القادم، A أواصل سيري دون فسح مجال، B أفسح المجال ثم أواصل سيري، G يجب التوقف وفسح المجال. أعيد، بالمفترق القادم، A أواصل سيري دون فسح مجال، B أفسح المجال ثم أواصل سيري، G يجب التوقف وفسح المجال.
سؤال رقم 21، انتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. A. أمر بحذر. B. أترك الأولوية إلى اليمين. G. أتوقف قبل الضوء. أعيد، انتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. A. أمر بحذر. B. أترك الأولوية إلى اليمين. G. أتوقف قبل الضوء. سؤال رقم 22، يمكنني المجاوزة. A. نعم. B. لا. أعيد، يمكنني المجاوزة. A. نعم. B. لا. سؤال رقم 23، الزمن الذي يمر بين ملاحظة الخطر والتدخل على مستوى آلات القيادة. A. زمن الفرملة. B. زمن رد الفعل. G. زمن التوقف. أعيد، الزمن الذي يمر بين ملاحظة الخطر والتدخل على مستوى آلات القيادة. A. زمن الفرملة. B. زمن رد الفعل. ج. زمن التوقف. سؤال رقم 24، يتعرض السائق الذي يرفض الخضوع لإجراء إثبات الحالة الكحولية إلى سحب رخصة السياقة. A. لمدة أقصاها 3 أشهر. B. لمدة أقصاها 6 أشهر. G. لمدة أقصاها 12 شهر. أعيد، يتعرض السائق الذي يرفض الخضوع لإجراء إثبات الحالة الكحولية إلى سحب رخصة السياقة. A. لمدة أقصاها 3 أشهر. B. لمدة أقصاها 6 أشهر. G. لمدة أقصاها 12 شهر. سؤال رقم 25، يقوم سائق السيارة الزرقاء بعملية الرجوع على الأعقاب. A. يتمتع بالأولوية. B. يمكنه مواصلة العملية. G. يجب عليه فسح المجال إلى السيارة البيضاء. أعيد، يقوم سائق السيارة الزرقاء بعملية الرجوع على الأعقاب. A. يتمتع بالأولوية. B. يمكنه مواصلة العملية. G. يجب عليه فسح المجال إلى السيارة البيضاء.
السؤال رقم 26، حالة أجهزة الارتكاز لها تأثير كبير على تآكل العجلات المطاطية. A. نعم. B. لا. أعيد. حالة أجهزة الارتكاز لها تأثير كبير على تآكل العجلات المطاطية. A. نعم. B. لا. سؤال رقم 27، عند مواصلة السير إلى الأمام من يمر في المرتبة الأخيرة؟ A. السيارة الزرقاء. B. سيارتي. G. السيارة الحمراء. أعيد. عند مواصلة السير إلى الأمام من يمر في المرتبة الأخيرة؟ A. السيارة الزرقاء. B. سيارتي. G. السيارة الحمراء. سؤال رقم 28، بعد متابعة تكوين مختص يمكن للمخالف استرجاع إلى رصيد رخصته. A. زوز نقاط. B. ثلاث نقاط. G. أربع نقاط. أعيد. بعد متابعة تكوين مختص يمكن للمخالف استرجاع إلى رصيد رخصته. A. زوز نقاط. B. ثلاث نقاط. G. أربع نقاط. سؤال رقم 29، عند الإبهار من طرف العربات القادمة في الاتجاه المعاكس. A. أخفض من السرعة وأنظر إلى اليمين. B. أشغل ضوء الطريق وأخفض من السرعة. G. أزيد في السرعة. أعيد. عند الإبهار من طرف العربات القادمة في الاتجاه المعاكس. A. أخفض من السرعة وأنظر إلى اليمين. B. أشغل ضوء الطريق وأخفض من السرعة. ج. أزيد في السرعة. سؤال رقم 30، تشير هذه العلامة إلى A. لمواد خطرة. B. لمواد متفجرة. G. لتآكل. أعيد. سؤال رقم 30، تشير هذه العلامة إلى A. لمواد خطرة. B. لمواد متفجرة. G. لتآكل.